ادينا علمتك ازاي ترفع فيديو على اليوتيوب بكل بساطه وتعمل على كل الاعدادات المهمه، وكمان بالنسبه للصور المصغره سيب لك هديه في الوصف، هو اقوى كورس في 100 دقيقه لاحتراف الفوتوشوب. يا ريت تسمعه وتكتب لي رايك عنه في كومنت عشان تنتشر على اليوتيوب بسرعه وتعمل صور مصغره احترافيه. يلا اسمع الحلقه. اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقه جديده من حلقاتنا في كورس يوتيوبيات كيرو، والحلقه المنتظره. وزي ما وعدتكم لو حد سمع مقدمه السلسله دي، انا قلت في اول حلقه في السلسله ان السلسله مش هتكون ممتده ولا حلقات عدد وخلاص. احنا دلوقتي في الحلقه 15 وصلنا لازاي ترفع فيديو على اليوتيوب وبالاعدادات المناسبه. تمام، بما ان حلقه زي دي حلقه كبيره وفيها اهم حدث انك خلاص بقيت بترفع فيديوهات، عملت الايميل وامنته بخطوتين وقررت بنين على ايه تختار المحتوى بتاعك واخترته وعملت اسم وغلاف ولوجو وعملت تحرير للقناه بتاعتك واعدادات شامله للقناه وخصصت المحتوى للقناه وعملت قسم لمحه وفهمت اليوتيوب انت هتكون بتتكلم على ايه وفيديوهاتك لايه عشان اول ما ينزل فيديو يسوق كولك صح، وازاي تنشئ مجموعه قنوات من على نفس الاكونت، وانك تدير الاستوديو بتاعك وتخفي وتظهر عدد المشتركين، وازاي تكون محترف في السيو، وحاجات تانية كتير جدا 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 اتعلمتها يدوب في 15 حلقة. تمام، تعال بقى اعلمك النهاردة ازاي ترفع، والرفع طبعا ليه طرق واصول. ده فيديو ثانيتين انا جبته لكم لشاشة سطح المكتب عملته لكم، ودي صورة مصغرة. طبعا الفيديو فده المحتوى انت اللي بتعمله وتكلمنا فيه في الحلقات اللي فاتت كلها، اما الصورة المصغرة فدي ملهاش حل انك تحترف عميلها غير انك تتعلم فوتوشوب. طب تتعلم فوتوشوب ازاي؟ هتنزل في وصف الفيديو هتلاقي لينك حلقة، مش هقول لك كورس، هي حلقة واحدة 100 دقيقة يعني ساعة واربعين دقيقة، قول ساعتين، هتطلع فيهم محترف اكبر برنامج من شركة ادوبي، وظهر معاك دلوقتي اللينك بتاعها في الاي اللي فوق، وهتلاقي اللينك بتاعها في الوصف وفي شاشة النهاية كمان. تمام، فكده انت مالكش اي حاجة، بدل ما اقول لك ازاي تحترفها من الهاتف وكده وكده، لا، عايز تعمل صور مصغرة وابعادها وكل دويتها تعترفها عن طريق الساعة واربعين دقيقة اللي في الوصف. تمام كده، يلا بينا بقى ندخل على استوديو يوتيوب. وطبعا برضو في الحلقات اللي عدت علمتك تدخل عن طريق الهاتف او الكمبيوتر، وبرضو لو انت على الكمبيوتر او على الهاتف بتدخل على اليوتيوب عادي جدا، ايه كنتر اي كنتر في. طيب فاتح معاك اليوتيوب زي ما انت شايف كده، بتلاقي لوجو القناه بتاعتك. طبعا انت لو على الهاتف بتكون داخل جوجل كروم، بعدين بتقول له طلب موقع سطح المكتب. طب تمام، عملت طلب موقع سطح المكتب ولوجو القناه هنا، هتضغط على لوجو القناه سواء على الهاتف او الكمبيوتر، تقول له استوديو يوتيوب، تضغط عليها كده استوديو يوتيوب فاتح قدامك. اللي جاي سهل جدا جدا وبسيط. تمام كده، عندك طريقتين لرفع الفيديو، كلمة انشاء دي او ابلود بتدوس عليها كده، بتقول له تحميل فيديو، ضغطت على تحميل فيديو جت دي، تقول له اختيار ملف، كده انت هتختار الملف بتاعك من الكمبيوتر من هنا، او بطريقة سهلة جدا، مش ده الفيديو اللي احنا عايزين نرفعه؟ ثواني، مش ده الفيديو؟ اهو، هتسحبه كده هنا، الفيديو بيتعمل له ابلود. تمام، عدد الابلود تحت. طبعا الفيديو ثانيتين فاكتملت عملية التحميل، ستبدأ عملية المعالجة، المعالجة 95%. أول حاجة عنوان للفيديو، اسم الفيديو، وده بيتكون من 100 حرف، هكتب مثلا فيديو تجريبي. تمام، فيديو تجريبي. طبعا بشكل عام كده العنوان ده الاحترافية والوصف ليه ده احترافية. طبعا لو متابع معايا السلسلة قلت لك ازاي تحط كم كلمة يجوا في كل وصف، ايميل فيسبوك مثلا وانستجرام ومدونة خاصة، اهم تجوا على طول في تلقائي في الوصف. تمام تمام، طبعا الوصف برضو الاحترافية. تمام، فكل دويته في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. تعالى كده نعمل ايه، الوصف دويته اهم حاجة، وتحط في الرابط بتاعتك وتعرف يعني الفيديو تجريبي، الوصف بدايته بتحكي اللي بيحصل في الفيديو، في النص الكلمات المفتاحية، من تحت الرابط لو انت عندك محتوى توكني، في جوه الوصف بتحط الرابط اللي استخدمتها.
تحتيه تعرف الفيديو، تحتيه كلمات مفتاحية، تحت الرابط الخاص هنا بتقول له تحميل صورة مصغرة، تضغط عليها كده والصورة المصغرة دي على الديسكتوب اللي هي كلمة تجريبي. تمام، تجريبي، تمام، جت الصورة المصغرة. طبعا لها أبعاد وأصول معينة عشان تتعلمها، ما يجيش قدامك حل تاني هو إنك تدخل على فيديو للفوتوشوب، والفيديو ده على قناتي انا شرحت لك من الاخر. هنا عندك قائمة تشغيل جديدة، عايز تضيف قائمة تشغيل، في قائمة انا عاملها اسمها يوتيوب، عايز تضيف فيها ضيف، وده علمتك، ودي انا عملتها امتى، انا نشر القناة ده اصلا معاك وعلمتك تعمل، والقائمة دي احنا عملناها اصلا سوا في الحلقات اللي عدت علمتها لك. تمام، قلت له خلاص الفيديو انتشر وتحطه في قائمة تشغيل يوتيوب. الفيديو ده للاطفال ولا لا؟ انا مختارت القائمة لا، انا عملتها في الاعدادات المتقدمه لا كل فيديو، وعلمتك برضو تختار ازاي، وطبعا محتوى الفيديو تقني، احنا اتعلمنا ازاي نختار محتوى الفيديو. بعدين عناصر الفيديو، شاشه النهايه بتاعت الفيديو تضيف عليها ايه؟ بس الفيديو دويتي مش هينفع نحط عليه شاشه النهايه لانه مدته اقل من 25 ثانيه. هنا البطاقات، الحرف الاي اللي بيظهر في فيديوهات تقدر تضيف، ادي الفيديو تمام مدته ثانيتين اهو، تقدر تقول له اضف لفيديو، بس طبعا القناه ما فيهاش ولا فيديو، بتدوس على الفيديو كان يبقى اضاف، بتقول له تجاهل التغييرات. بعدين بتقول له عمليه التحقق، هل في مخالفه؟ لا مفيش مخالفه. مستوى العرض بقى، احنا قلنا له في الاعدادات المتقدمه كل الفيديوهات خليها غير مدرج، لا ده خليه علني، واقول له نشر. الفيديو بتاعك بقى عندك اول فيديو على القناه، اغلاق كده، ادي لو دخلنا على خانه رابط الفيديو بقى عندك اول فيديو، ادي المحتوى بقى عندك محتوى دلوقتي فيديو، الفيديو ده تجريبي تعمل عليه ايديت من على القلم، لو دخلت على اليوتيوب كده وحطيت الرابط بتاعه هيطلع معاك الفيديو. تمام، زي ما انت شايف كده اهو، جه فيديو مدته ثانيه، هويتي اشتغل، خلص طبعا في ثواني، عادي فيديو تجريبي مفيش مشاهدات، 1.37 على قناة تعليم ليرنينج، وادي الكومنتات، وادي كل حاجة. تمام، بكده انا علمتك ازاي ترفع فيديو على اليوتيوب بكل سهولة وبساطة. تمام، اتمنى من حضراتكم عمل لايك الفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا.